لا تنسوا فضل سوريا عليكم لأنه سوريا مفضلة عليكم كلكم. بكلمات بذيئة هاجم الفنان السوري حسام جنيد الفنانين اللبنانيين بقوله: ليش نحن بلبنان عم تعملوا معنا هيك؟ يعني شو هو شو السبب؟ وبعد إلغاء حفلة لحسام جنيد بلبنان بسبب تدخل فنان لبناني ورافض حسام يذكر اسمه بحجة عدم شهرة هالفنان، وما اكتفى حسام بتوجيه الاتهام للفنانين اللبنانيين بل أضاف قصة تعرضه للضغوط من قبل رجل أعمال سوري، وبيقول بأنه هالرجل عنده نفوذ وسلطة. وبيضيف حسام: أنا لحالي عم بحاربني وبمصرياتي كمان. وأعلن حسام جنيد من فترة اعتزاله عن الغناء بشكل رسمي بسبب تعرضه للمضايقات والتهميش من قبل رجل أعمال سوري. وبيوجه حسام بنهاية كلامه رسالة للفنانين اللبنانيين وبيقول: لا تنسوا فضل سوريا عليكم. فهل أنتوا بتوافقوا كلام حسام جنيد ولا لا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.